أظن أنه سيكون هناك تحرك، لأن اليوم قد صدرت يعني كان هناك طلب رسمي، والأمم المتحدة أيضا قد دعمت حول إطلاق سراح السفينة الإماراتية، وأيضا هناك 11 شخصا من الطاقم بينهم أجانب أو أغلبهم أجانب، لذا فأظن أن المسألة لن تمر مرور الكرام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطاقم المفروض أنه يقدم مساعدة طبية وغذاء إلى الشعب اليمني، في حين أن الحوثيين قد قالوا بأنه يحمل أسلحة. فأظن سيكون هناك تحرك دولي، لأن الموضوع لا يمكن أن يمر مرور الكرام. اليوم قد تكون يعني باخرة إماراتية، لكن غدا قد تكون بواخر أخرى، قد تكون يعني معدات من أخرى. خلال متابعتك دكتورة، كيف سيكون هذا التحرك الدولي يعني الآن؟ ومن خلال أيضا متابعتك الآن للموقف الأمريكي أيضا والأوروبي، هل سيكون هناك موقف جاد أو لا يتعدى الآن ربما اجتماع وربما بيان شديد اللهجة ربما، أو سيكون هناك تحرك قد يكون ملموس على أرض الواقع؟ أنا أستبعد تماما أن يكون هناك تحرك ملموس على الأقل من طرف الغرب. هناك وكالات يعني تتم العملية بوكالة، مثلا دول التحالف قد تمر عبر دول التحالف، قد تمر عبر الأمم المتحدة، قد لكن أنا أستبعد تماما أن يكون هناك تدخل مباشر سواء من الغرب أو سواء حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل في الوقت الحالي، رغم التهديدات، رغم الوعيد، رغم كل شيء. لكن أنا أظن يجب أن نشير إلى شيء، قنوات التواصل مفتوحة، مفتوحة بين كل الدول وكل الفقراء على أرض اليمن، وبين الغرب وبين إيران وبين دول التحالف. إذا سأظن سيتم الموضوع عبر قضية مقايضة، مثل ما لاحظنا مؤخرا موضوع السفير الإيراني والرغبة في ترحيله. يعني الأبواب ليست مغلقة بتلك الحدة التي يسوق لها، يعني في لن أقول في كل الإعلام ولكن في بعض القنوات الإعلامية، لكن أن تظل سفينة قد أنا أظن أن العالم سيتحرك، لأن هي مسألة تقدير موقف.